بالصدفة النهاردة قابلنا الباشمهندس عادل طلبة كيتشينات، يعني لما نقول عادل طلبة يبقى كيتشينات، بنتفرج مع بعض على مكنة كاساديو اللي معروضة في الوكيل الحصري ليها في الشرق الأوسط جيسي تريد، وعلى حد معلوماتي الضعيفة هنشرح تفاصيل المكنة بتاعت كاساديو الاتنين هاند. طبعا ده تحت إرشاد وتعليم من أساتذتنا زي عصام فوزي والأستاذ عادل طلبة، دول مؤسسين فكرة صيانة المكنة الإسبريسو في مصر من ما قبل الألفينات. مكنة كاساديو هي عبارة على اتنين جروب أوتوماتيك، زي ما احنا شايفين الخزان بتاعها نحاس، وبيبقى مطلي من جوه بمادة عزلة تمنع تراكم الأملاح زي ما الأستاذ ميشيل شرح لنا من شوية. هنا بيبقى فيه الفايز بتاع بخار المية اللي موجود جوه في الخزان، عندي الداخل بتاع الخزان للجروب، وده برضو نفس الكلام، وده الخرطوم اللي بيطلع فايز المية من الخزان، ماشي، اللي هو لازم يبقى موجود في كل خزان لتنك المكنة، واللي بيظبط الموضوع بتاع مستوى المية الحساس ده، ماشي، زائد ان احنا بيبقى عندنا الطبة بتاعت الخزان عمومي، بس دي بتتفك عند الضرورة لما باجي اعمل غسيل للأملاح للمكنة بتاعتي. وهنا طبعا دي الترومبة اللي موجودة في المكنة، الترومبة دي بتبقى تربة دفع، ده السيفتي بتاع المكنة لو في حالة المية قطعت او مستوى المية قل في الخزان المكنة بتفصل اوتوماتيك. طيب انا عشان ارجعها لو المية رجعت بعملها ازاي؟ بفك الغطاء الاسود ده وبدوس على السيفتي بتاعي هنا بحيث اعمل ريسيت للمكنة. هنا بنلاقي وحدة التحكم بتاعة ضغط الستيم بتاع المكنة بتاعتي، وبيبقى برضو عن طريق التكنيشل او الراجل فن الصيانة الخاص بمكنة الاسبريسو، مش الباريستا هو اللي بيلعب فيها بنفسه. عندي هنا هنا الفالوميتر بتاع الجروبات بتاعتي، عندي واحد عندي اتنين، ماشي، وهنا ده السيرونايت بتاع بيبقى سيرونايت لكل جروب موجود واحد اتنين، وده تعويض المية كوندكتور او بنسميه سيرونايت تعويض المية، ماشي، وده برضو البريشر ده بنسميه بالبلدي الترموستات بتاعت المكنة، ماشي. هل في اي اضافة مستر عادل طلبة في شرح البسيط للمكنة؟ كل حاجة تمام. حبيبي تشرفت بيك يا بص، وبصراحة انا بتمنى ان مكنة كاساديو تغزو السوق المصري بحلاوتها والدقة في تفصيلة كل حاجة، حتى ضفاير الكهرباء بتاعتها وتوزيع الحاجات في كل مكانها. Hi, this is Kasadio Undici. It's an automatic machine, so you can program different volumes of espresso coming out from the group. Single, two times single, two times double or one double. It works with a heat exchangers, so you have two 180 milliliters heat exchanger inside and the boiler that is around 10 liters for the service water and the hot water. It's volumetric, so it's measuring the amount of water going through, and you have ergonomic steam ones. The porta filters are also a bit declined, so this line here, so it has a better grip on the wrist, and overall very durable machine. So even if you go put it on the high pressure, using it very often in the busy locations,
it can handle any capacity. And what about when I fix the pressure of temperature or water pressure? Okay. I can fix it as a barista normal. No, it's always recommended to do it as a technician. Technician, yes. Only technician. Okay, okay. There is anything else we can from talk inside. From inside? From the inside, the machine, the boiler is coated with Ruvecotec. So the Ruvecotec is our patent. That means that all the parts where you have contact of water and pipes, it has a special coating, so there is no risk of copper toxication or any other metal toxication. Yeah, yeah. So it has its own special layer. Okay. It is machine certified by National Institute of Italian Espresso, which means it has certain build quality and certain temperature stability, which will give you grant you consistent performance. Thank you, Mr. Alex, for your presentation. Most welcome. And I'm pleased to meet you. Welcome. And wish to meet you in Dubai soon. Yeah, inshallah. Me too.